عادل الحمداوي منسق الوطن المعلمين النواب دفعة 22 من اتفاق 8/2018. اليوم قمنا مسيرة سلمية من مقر الاتحاد جاءوا للشغل بالقيروان في اتجاه مقر الولاية للمطالبة نظرا لسياسة التسويف والمواطنة التي تنتهجها وزارة التربية. اليوم قمنا بهذه المسيرة السلمية لتطبيق للمطالبة بتطبيق القانون وانتدابنا بصفتنا القانونية حسب القانون الأساسي لقطاع التعليم الأساسي اللي هي أستاذ مدارس ابتدائية متربص، ورفضا للصفة التي أطلقتها وزارة التربية هي صفة معاون مكلف بالتدريس. صفة هجينة تكرس العبودية التربوية، هو نوع من أنواع التعاقد تواصل به وزارة التربية إذلال منظورها. بطبيعة الحال نحن مواصلين في التحركات الاحتجاجية هذه باش نواصلوا في التصعيد إلى حين الاستجابة لمطالبنا، والمطلب الأساسي والأساسي هو والرسمي هو انتدابنا حسب القانون الأساسي لقطاع التعليم الأساسي، وهو برتبة أستاذ مدارس ابتدائية متربص. الحياة فهم، الحياة فهم، زهرة الحياة.